بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ ولا لسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي وطلابي الفرقة الثانية البرنامج العام، معاكم الدكتور محمد جمال الدين. إن شاء الله هنبدأ النهاردة فارماسيوتيكال أناليتيكال كيمستري 2، كيمياء تحليلية صيدلية 2، جزء الأوكسيديشن ريدكشن رياكشن. أخذنا محاضرة قبل كده في الثيوري، النهاردة هنكمل المحاضرات بتاعتنا. إن شاء الله هنبدأ النهاردة بالفاكتور أفكتنج الأوكسيديشن بوتنشال، فاكتورز أفكتنج الأوكسيديشن بوتنشال. اخذنا المره اللي فاتت اللي هو الكومن افكت واتكلمنا عنه، قلنا بنستخدمه امتى وبنعمل امتى الزيمرمانزر ايجنت وبنستخدمه امتى والرول بتاعته ايه والفانكشن بتاعته. وقلنا ان احنا الماستر كي في الاكسديشن ريدكشن اللي هو الاكسديشن بوتنشال. تاني سلايد النهارده هناخد فيها الافكت اوف بي اتش. الافكت اوف بي اتش في عندي قاعده بتقول ذا اكسديشن بوتنشال اوف ان اوكسيدايزنج ايجنت كونتينينج اوكسجين انكريزز باي انكريزنج اسيديتي اند فايز فيرسا. ايه معناها بالعربي؟ انه اي اوكسيدايزنج ايجنت عامل مؤكسد في اكسجين، الاكسيديشن بوتنشال بتاعه جهد الاكسده بتاعه بيزيد بنقص الاسيديتي، بزياده البي اتش يعني نقص بزياده الاسيديتي يعني نقص البي اتش، بيزيد بزياده الاسيديتي يعني نقص البي اتش، والعكس صحيح بيقل لما تقل الاسيديتي. فالقاعده دي نحفظها صم. The oxidation potential of an oxidizing agent containing oxygen increases by increasing acidity and vice versa. بيزيد بزيادة الأسيدتي وبيقل بنقص الأسيدتي. في عندي مثال الأرزينيت والأرزينايت. The oxidation potential بتاعهم -76%. -76% ده بالماينس يعني معنى كده إن هو ده stronger reducing agent في السيستم ده. أرزينيت أرزينايت stronger reducing agent -76%. طيب انا عايز اعمل اناليسيس رياكشن بتوين السيستم ده اند ايودايد ايودين سيستم، مين اللي هيكسب مين؟ خلي بالنا الارزينيت ارزينايت سيستم فيهم اكسجين، يعني لو عندي انا بي اتش اسيديك اسيديتي عاليه السيستم ده هيكسد الايودايد ايودين سيستم، بالرغم ان الايودايد ايودين سيستم بوزيتيف 54% يعني اقوى واعلى، لكن في الاسيديتي العاليه السيستم ده بالرغم ان هو اقل بس هو اللي بيكسد للايودايد الايودين. In presence of much acidity, the oxidation potential of arsenite arsenate increases. هيبقى عالي جدا بدل ما كان 76% بالماينس، لا ده هيخش يبقى ليه؟ واحد صحيح، فيكسد للايودايد الايودين. طيب انا قللت البي اتش بتاعتي خليتها نيوترال او ستيت الالكالاين. سوري النيوترال او ستيت الاسيديك. هيمشي التفاعل في الوضع الطبيعي ان الايودين هو الاكسيد للارزنايت لارزنيت. لكن لما قناه الاسيديتي عندي عاليه الارزينايت والارزينيت هم اللي اكسدوا لي الايودايد ايودين سيستم، اكسدوا الايودايد الارزينيت اكسدت الايودايد الايودين برغم ان هي اصغر منها -76. لكن لو خلينا البي اتش بتاعتي عندي سلايت اسيديك او نيوترال مشت التتريشن في الوضع الطبيعي بتاع اللي هو الايودين هو اللي اكسد لي الايودايد الارزينايت الارزينيت. بيقول لك انا لو عايز استخدم صوديوم كربونيت او صوديوم هيدروكسيد كبي اتش عندي بقول لك البي اتش ما زادش عندي عن 8. دي ان شاء الله هناخدها بعد كده في المحاضرات اللي جايه، هنقول ايه السبب بتاعها، نكون دخلنا تعمقنا اكتر في جزء الاكسديشن ريدكشن. طيب الافكت الثالث افكت عندي اللي هو افكت اوف كومبلكسنج ايجنت. افكت اوف كومبلكسنج ايجنت انا عندي الايودين ايودايد سيستم المعادله بتاعته الاي نوت بتساوي الاي ايودايد ايودين سيستم عند 25 درجه مئويه بتساوي الاي نوت زائد 591 من 10000 على 2 لوجاريتم الايودين على الايودايد اوكسيدايزنج على ريديوسنج. طيب الاكسديشن بوتنشال بتاعه كام؟ 54%. انا الاكسديشن بوتنشال بتاعه ده ال 54% عايز ازودها او عايز اقللها، اعمل ايه؟ زي ما قلنا قبل كده في المحاضرات ان اتحكم في المتغير الوحيد عندي في المعادله بتاعتي اللي هو الايودين على الايودايد. عايز ازودها اقلل الايودايد، عايز انقصها اقلل الايودين. تمام؟ فلو عايز ازود الايودايد عايز ازود الاكسديشن بوتنشال بتاعها هقلل الايودايد. هل الايودايد ازاي؟ ان اعمل له كومبلكسيشن مع ميركري كلورايد. هيرسب معايا ميركري تيترا ايودايد كومبلكس. ده سحبت الايودايد من المحلول بتاعي فعندي التركيز الحاسس للقسمه ده عندي زاد فاللوغاريتم عندي زاد فالاي عند التوتال بتاع الاي عندي زاد برضو. طيب عندي فرك فرا سيستم برضو ده بوزيتيف 77%. عايز ازوده عايز انقصه اتحكم فيه ازاي؟ انا اتحكم في الفرك التركيز بتاع الفرك او التركيز بتاع الفرس. طب انا عايز ازوده يبقى اسحب الفرس من المحلول بتاعي.
عايز ازوده، عايز انقصه، اسحب الفرك من المحلول بتاعي. طب انا عايز انقصه، يبقى هسحب الفرك من المحلول بتاعي، هعمل كومبلكس للفرك مع اما فسفوريك اسيد او فلورايد. احنا خدناه في الزيمرمان ايجنت قبل كده، كان الفسفوريك اسيد بيعمل لي ديكريز اوكسيديشن بوتنشال بتاع الفرك في الراس سيستم، عشان عمل كومبلكس ستيبل كومبلكس مع الفرك، فسحبوا المحلول فما دخلش في التفاعل بتاعي. فنفس الفكره هنا، بالرغم انه عند الفرك في الراس سيستم 77% بالبوزيتيف، اعلى من 54% بتاع الايدايد ايدين سيستم، لكن في وجود الفلورايد او الفوسفيت، الايدايد ايدين سيستم هو اللي بيأكسد الفرك في الراس سيستم. اخر حاجه في الفاكتور افكتنج هو الافكت اوف بريسيبتيتنج ايجنت. انا عندي الفراي في الروسيا نايت الاكسديشن بوتنشال بتاعه 36%. الفراي في الروسيا نايت سيستم الاكسديشن بوتنشال بتاعه باللون اهو الورد الروز اهو 36%. طيب 36% انا عايز ازوده، اعمل ايه؟ اسحب الفروسيا نايت. اسحب الفروسيا نايت ازاي؟ ان اعمل ارسب الفروسيا نايت باستخدام الزنك كلورايد. الزنك كلورايد هرسب عندي رسب ابيض من الزنك في الروسيا نايت. رسبت الزنك في الروسيا نايت وسحبته من المحلول بتاعي، يبقى كده الحاصل القسم بتاع الفرك الفراي في الروسيا نايت هيزيد، اللوج هيزيد، يبقى الاكسديشن بوتنشال بتاعه يزيد. للدرجه دي لما استخدمت الزنك كلورايد الفراي في الروس سيستم بدل ما كان 36 لا بقى واحد صحيح، قدر ياكسد للايودايد ايدين سيستم بالرغم ان هو اصغر منه، ثاني 54% وده 36%. لكن في وجود الزنك كلورايد الاكسديشن بوتنشال بتاع الفراي في الروسيا نايت زاد بقى واحد، قدر ياكسد للايودايد ايدين سيستم. في هنا اساسيه عندي الكوبريك كوبرا سيستم والايدايد ايودين سيستم. هنبص كده على السلايد هنشوف مين هيأكسد مين. احنا خدنا قبل كده اللي هو الاكبر في الاكسديشن بوتنشال هو اللي بيأكسد الاصغر. مين هيأكسد مين؟ البوينت 1 هتأكسد ولا ال 54% هي هتأكسد؟ ال 54% 54% هي الاكبر، فبالتالي هي الاكسد. ده هو المتوقع بالنسبه لي وبالنسبه لكم. الاكسبكتد ان الايودايد الايودين هو اللي هيأكسد للكوبرس لكوبريك. صح؟ ده كلامكم صح ومظبوط. لكن هنا في التيتريشن دي بيحصل العكس. الصغير هو اللي بيأكسد. الصغير هو اللي بيأكسد. الصغير هو اللي بيأكسد. ليه؟ هنقول دلوقتي ليه. الكوبريك كبر الثنائي بيتفاعل مع الايوديد الايودايد يكون كوبريك ايودايد. الكوبريك ايودايد ده انستيبل بيتكسر بسرعه يتحول لكوبرس ايودايد. كوبريك ايودايد بيتحول لكوبرس ايودايد Cu2I2 كوبرس ايودايد. كوبرس ايودايد بيترسب معايا في المحلول. بكده انا سحبت مين من المحلول عندي؟ سحبت الكوبرس اللي هو الريديوست فورم. كوبريك اكسيدايد فورم قاعد زي ما هو، سحبت قللت التركيز بتاع الكوبرس اللي هو الاحادي اللي هو الريديوست فورم بتاعي. فمعنى كده ان هو الاكسيدايشن بوتنشال بتاع الكوبريك كوبرا سيستم هيزيد، حاصل القسم هيزيد، اللوج هيزيد، الاي كلها توتال هتزيد. فهو اللي هيأكسد الايودايد ايودين سيستم. الكوبرس الكوبريك ايودايد ان ستيبل بيتكسر بيديني كوبرس ايودايد. كوبرس ايودايد ده بيترسب معايا. الكوبرس ايودايد عندي اللي ترسب في مشكله منه، انه بيعمل ايه؟ الايودين اللي نازل فوق، الايودين اللي كمان عندي في المحلول بيحصل له ادسوربشن على السطح بتاع الكوبرس ايودايد. الايودين بيترسب بيحصل له ادسوربشن على سطح، بيحصل له امتصاص على سطح الكوبرس، الكوبرس ايودايد. فانا لازم اتخلص من كوبرس ايودايد عشان ما يعمليش مشكله يستهلك لي كميه الايودين عندي في المحلول. فبعمل ايه؟ بضيف بوتاسيوم سيانايد. بوتاسيوم ثايوسيانيد. بوتاسيوم ثايوسيانيد. بوتاسيوم ثايوسيانيد دي هتعمل ايه؟ تروح تتفاعل مع الكوبرس ايودايد تكون معايا كوبرس ثايوسيانيد. ده راسب مش هيحصل ادسوربشن الايودين على السطح بتاع الكوبرس ثايوسيانيد. عشان كده بقول لك جيب ريزون اديشن اوف بوتاسيوم ثايوسيانيد انت تيتريشن اوف كوبر سلفيت ايودومتريك تيتريشن اوف كوبر سلفيت. ليه؟ عشان تعملني تكون راسب مع الكوبرس ايودايد وتعمل لي بريفنت ادسوربشن بتاع الايودين على السطح بتاعها. طيب بقول لك في عندي لو في عندي ترتريت في المحلول او ستريت الايودين هو اللي هيمشي طبيعي واكسد الكوبرس لكوبريك. ليه؟ قلنا لك الستريت او الترتريت بتكون كومبلكس مع الكبر سلفيد الكبر الثنائي، فبترسبه بتعمل كومبلكس معاه، فالكومبلكس ده بيقلل الاكسديشن بوتنشال بتاع الكوبرس كوبرس كوبريك سيستم، وتمشي الاساسيه ان هو الايودين هو اللي اكسد الكوبرس كوبريك سيستم. In presence of tartarate or citrate, iodine oxidizes cobras to cobric. As this anions form stable complex with
كوبريك سيستم. بعد كده في موضوع مهم معانا اللي هو ديتكشن اوف ذا اند بوينت، ديتكشن اوف ذا اند بوينت ان ريدوكس رياكشن. ازاي بعمل ديتكشن الاند بوينت بتاعتي؟ اول حاجه في انواع انديكيتورز عندي، الانديكيتورز طبعا اللي اخذناها احنا قبل كده. اما اول طريقه ان اعمل اختار سيلف انديكيتور او نو انديكيتورز، يعني الماده التترانت كالرد. الكالر التترانت بتاع الكالر ده مثالي البوتاسيوم برمجنيت، بوتاسيوم برمجنيت كالر اللي لها لون في اوكسيدايز فورم ولون ثاني في ريدوست فورم. البرمنجنيت في الاوكسيدايز فورم لونها بينك، في ريدوست فورم المنجلس كالر ليس ملوش لون، فبالتالي اقدر استخدمها كسيلف انديكيتور تحول من بينك الكالر ليس اللون بتاعها. طيب ثاني حاجه اكسترنال انديكيتور، اكسترنال انديكيتور ده بستخدمه يعني انديكيتور اكسترنال، انديكيتور خارجي من بره المحلول بتاعي، بضيفه بره السامبل بتاعتي، يعني الفلاسكه بتاعتي السامبل بتاعتي، الفلاسكه بتاعتي فيها السامبل، الفلاسكه بتاعتي فيها السامبل، السامبل بتاعتي موجوده في الفلاسكه، التترنت بتاعي فوق، بنزل بالتترنت بتاعي على السامبل ولوج، وكل شويه اخد بالدروبر، الدروبر اخد منه نقطه من المحلول واحطها على جلاس بليت، احط النقطه بتاعتي على جلاس بليت واضيف عليها الاكسترنال انديكيتور على البليت ده، ماده زي بوتاسيوم فيروسيانايد، بوتاسيوم فيروسيانايد. المفروض بوتاسيوم فيروسيانايد مع السامبل بتاعتي، خاصه عندي الفرس، لو عندي فرس كسامبل هتديني براشن بلو كلر. طول ما التترش شغال كل شويه اسحب من الفلاسكه بتاعتي، اخد بالدروبر واضيف واشوف في لون عندي ولا لا، في لون عندي ولا لا، في لون عندي ولا لا. كل شويه انا باخد من السامبل بتاعتي، باخد بالدروبر من السامبل، فبستهلك كميه من السامبل. فالاكسترنال انديكيتور ميثود دي تستخدم في الكواليتيف ديترمينيشن اوف ذا، في الكواليتيف ديتكشن اوف ذا اند بوينت، يعني بستخدمها في الكواليتيف يعني كمي وليس كيفي، بستخدمها في كميه يعني هل الماده جات الانبوت ديتكشن اكسبكتيشن او ديتكشن للانبوت بتاعتي، هل الانبوت بتاعتي جات ولا لا. في مثال عندي التيتريشن بتاعت البوتاسيوم دايكروميت للفرس، بستخدم البوتاسيوم فيروسيانايد كاكسترنال انديكيتور، كل شويه اخد محلول بالدروبر زي ما قلنا كده رسمنا على السبوره، كل شويه اخد بالدروبر واحط على الجلاس بليت واضيف الانديكيتور، واضيف الانديكيتور، كل ما اللون فيه عندي موجود يبقى كده لسه في السامبل بتاعتي ما انتهتش الانبوت بتاعتي، اول ما تختفي اللون بتاع البلو براشن بلو كلر ده يروح اللون بتاعي يبقى كده الانبوت بتاعتي جت. فالاند بوينت بتاعتي دي رف، يعني رف ديترمينيشن زي بوينت، يعني زي اليونيفرسال انديكيتور خدناها قبل كده في السمستر اللي فات. ماشي، ده اللي هو اكسترنال انديكيتور. بعد كده اهم جزء معانا اللي هو انترنال ريدوكس انديكيتور. طيب الانترنال ريدوكس انديكيتور ده ايه الشرط بتاعه؟ انه لازم يكون الماده بتحصل لها اوكسيديشن ريدكشن، الانديكيتور ده يكون اصلا ده احنا بنتكلم في جزء ريدوكس، يبقى لازم الماده بتاعت الانديكيتور بتاع ده الكاشف ده لازم يكون بيحصل له اكسده واختزال. لو حصل له اكسده واختزال يبقى لازم كده ينفع معايا كانديكيتور. طب الشرط الثاني ان هو الاكسيديشن بوتنشال بتاعه اقل ولا اعلى من الاكسيديشن بوتنشال بتاع الماده بتاعتي؟ لازم يكون اعلى من الماده بتاعتي، الماده بتاعتي الاكسيديشن بوتنشال بتاعها اقل. ليه اقل؟ لو كان هو اقل الانديكيتور بتاعي وهو هيحصل له اكسيد الاول يتغير اللون بتاعه الاول بسرعه قبل ما الاند بوينت بتاعتي تيجي، فلازم الماده بتاعتي هي تتاكسد الاول، بعد كده الانديكيتور عند الاند بوينت يتاكسد هو الانديكيتور بتاعي بعد كده. امثله للانترنال ريدوكس انديكيتور الدايفينيل امين، ده الاكسيديشن بوتنشال بتاعه من 76% او 73% ل 79%. في ال 79% من 73 لو عن 73% ليه كالر ليس ريدوست فورم بتاعه، في الاكسيدايزد فورم اللون بتاعه بلوش فايلوت، فبتدور من كالر ليس لفايلوت لبلوش فايلوت، من كالر ليس لبلوش فايلوت. طيب في عندنا انديكيتور ثاني هو فيروين انديكيتور او 1.10 في الناثرولين، ده خاص بالفرس، خاص بالفرس، ده الاكسيديشن بوتنشال بتاعه 1.1 من 1 ل 1.2، اللون بتاعه في الريدوس فورم ريد وفي الاكسيدايزد فورم اللون بتاعه بيل بلوم. طيب في بعد كده الريفرسبل ريدوكس انديكيتورز، الريفرسبل ريدوكس انديكيتور ايه معنى الريفرسبل؟ غير عكسي، يعني بيتاكسد مره واحده، يتاكسد او اختزل مره واحده، السهم بتاعه رايح بس مش رايح جاي، السهم بتاعه رايح بس مش رايح جاي. امثله ليه حاجه زي المثال اورنج، المثال ريد، المثالين بلوم. مثال اورنج، مثال ريد، مثالين بلوم احنا خدناها قبل كده في الاسيد بيز
انديكيتورز في الترم الاول بس، لا الانديكيتورز دول بيخضعوا للاكسده والاختزال. طيب في بعد كده عندي بوتنشيومتريك تيتريشن، بوتنشيومتريك ديترمينيشن او بوتنشيومتريك ميثود. دي بستخدم امتى البوتنشيومتريك ميثود؟ دي عباره عن انسترومنتيشن ميثود، انسترومنت ان شاء الله هناخدها السمستر اللي جاي باذن الله رب، اللي هو في عندي ماده كالرد او تربت فما ينفعش استخدم فيها انديكيتور، فبنستخدم البوتنشيومتريك ديترمينيشن للاند بوينت بتاعتي. بعد كده في اخر حاجه عندي سبيسيفيك انديكيتورز. سبيسيفيك انديكيتورز ايه هو السبيسيفيك انديكيتورز؟ ده لا اورجانيك كومباوندز بيستخدموا الانديكيتورز في تيتريشن معين. عندي في عندي الستارش، الستارش والكلوروفورم والكربون تترا كلورايد، دول خاصين بالايودين، خاصين بالايودين. ستارش كربون تترا كلورايد وكلوروفورم، كربون تترا كلورايد وكلوروفورم. احنا قسمتهم مجموعتين، ستارش كمجموعه وكربون تترا كلورايد وكلوروفورم مجموعه ثانيه. المجموعه دي ده الاورجانيك ريجنتس وده ستارش، هما الاثنين دول يعتبروا واحد. يعني ستارش كلوروفورم بيعبر عن لما اقول كلوروفورم بقى كاني قلت كربون تترا كلورايد معاه، قلت ستارش، ستارش ده لوحده، والكربون تترا كلورايد والكلوروفورم نوع ثاني اللي هو الاورجانيك ريجنتس انديكيتورز. هما اثنين خاصين بالستارش، كمجموعتين دول خاصين بالستارش، الكلوروفورم والكربون تترا كلورايد ده واحد، الستارش اللي هو النوع الثاني، دول خاصين بمين؟ بالايودين. في عندي تيبلز هنا في انواع انديكيتورز مش عايز احفظها بس للاطلاع. في بعد كده البروبرتيز اوف اوكسيدايزنج ايجنتس، البروبرتيز اوف اوكسيدايزنج ايجنت. انا عندي عوامل مؤكسده عايز اعرف الخواص بتاعتها ايه. اول واحد فيهم اللي هو البوتاسيوم برمنجنيت KMNO4 باورفول اوكسيدايزنج ايجنت، عامل مؤكسد قوي اول حاجه فيه. بيشتغل في الاسيد ميديا، وليه قلنا احنا اسيد ميديا احسن؟ لانه احنا في اكسجين، فطالما في اكسجين يبقى الايفكت بتاعه بقى احسن واعلى في الاسيدك ميديا. في الالكالي ميديا بيديني ايه؟ في الالكالي ميديا بتتاكسد البرمنجنيت، بدل ما بتتاكسد البرمنجنيت اللي منجنص في الاسيدك ميديا لا بيتاكسد هنا بيختزل، بدل ما البرمنجنيت تختزل لبرمنجنيت اللي منجنص ثنائي لا تختزل تتحول هنا لمنجنيت ام ان او 4 ماينس 2 MnO4-1 برمنجنيت منجنيت، برمنجنيت منجنيت. طيب زي ما قلنا قبل كده في الزيمر مانزر ايجنت قلنا لو في تيتريشن اللي عندي للفرس في وجود هيدروكلوريك اسيد لازم استخدم الزيمر مانزر ايجنت، زيمر مانزر ايجنت. لا هستخدم في عندي سافيريك اسيد، والسافيريك اسيد احسن اسيد يستخدم مع التيتريشنز بتاعه البرمنجنيت. نوت برايمري ستاندرد حاجه ثانيه فيها، ان نوت برايمري ستاندرد لان بيبقى فيها كونتامينيشن من منجنس اوكسايد. منجنس اوكسايد بتعمل اوتو ديكومبوزيشن. ايه معنى اوتو ديكومبوزيشن؟ يعني تكسير ذاتي للبرمنجنيت. فبالتالي نوت برايمري ستاندرد زي ما خدنا احنا في الترم الاول في السمستر اللي فات، انه نوت برايمري ستاندرد بقى لازم اعملها ايه؟ ستاندردايزيشن، لازم اعملها ستاندردايزيشن باستخدام برايمري ستاندرد، برايمري ريديوسنج ايجنت اوكساليت او فيرس او ارزينيوس اوكسايد. وزي ما احنا قلنا بقى كده ان هي سيلف انديكيتور. طب انا عايز اعرفه في البرمنجنيت ان هي باورفول اوكسيدايزنج ايجنت، تتاكسد في شغلها بتاعها في الاسيد ميديا، احسن اسيد ليها السلفوريك اسيد. لو ما فيش سلفوريك اسيد ممكن استخدم هيدروكلوريك اسيد، ولكن استخدم معاها الزيمرمان نوت برايمري ستاندر عشان تتكسر فيها منجنس دايوكسيد كبيورتي، بتسهل على الاوتو ديكومبوزيشن بتاعها. بعد كده سيلف انديكيتور، بعد كده اعملها طالما بنوت برايمري ستاندرد يعني سكندري ستاندرد لازم اعملها ستاندردايزيشن باستخدام اوكزاليت او فيرس او ارزينيوس اوكسايد. تاني حاجه البوتاسيوم دايكروميت، بوتاسيوم دايكروميت هو سترونجر اوكسيدايزنج ايجنت بس ليس اوكسيدايزنج ايجنت سترونج ذان برمنجنيت، اقل 1.33%. طيب برايمري ستاندرد، برايمري ستاندرد هايلي بيور وستيبل. طالما برايمري ستاندرد بقى سهل صعب انه يحصل له اكسده او تكسير باستخدام الامبيورتيزم، اللي هو في عندي امبيورتيزم موجوده عندي في الميه ولا حاجه بقى صعب تعمل لي ريدكشن ليها.
ما اقدرش، مش صعب برضو not reduced by hydrochloric acid in dilute solution. hydrochloric acid 1.36 من 100، 1.36 الدايكروميت 1.33، فيبقى قريب عليها، فمش هيعمل لها اكسده، مش هيأكسدها. طيب not self indicator، ما ينفعش استخدمها كسيلف indicator. بستخدمها للفرس، الكلورايد هنا مش هيأثر معايا لان الكلورايد هيبقى قريب عليها، مش هيحصل مشكله من الكلورايد هنا، مش محتاج زيمر ماندر ايلين. والفرس عندنا في انديكيتور سبيسيفيكلي اللي هو الفيروين انديكيتور. تالت حاجه اللي هو السيريك سلفيت، السيريك سلفيت، السيريك سلفيت مور باورفول اوكسيدايزنج ايجنت زان دايكروميت. الاكسيديشن بوتنشال بتاعها بيعتمد على ثلاث حاجات، على نوع الاسيد اللي موجوده فيه. الاكسيديشن بوتنشال بتاعها بيعتمد على نوع الاسيد اللي دايبه فيه. والله دايبه في سلفوريك اسيد، الاكسيديشن بوتنشال بتاعها بيساوي 1.45. دايبه في نيتريك اسيد، الاكسيديشن بوتنشال بتاعها 1.61. دايبه في بيركلوريك اسيد، الاكسيديشن بوتنشال بتاعها 1.75، يعني اعلى اكسيديشن بوتنشال ليها في البيركلوريك اسيد. بفضل ادوبها في البيركلوريك اسيد خاصه لما جاي اشتغل اعمل بيها اناليسيز للدراجز، الدراجز بتبقى عايزه سترونجر اكسيدايزنج ايه. والله انا عايز زي ما قلنا الميديا بتاعتها بتشتغل فيها اللي هو الاسيديك ميديا. طب لو حبيت اعمل اشتغلها في الكلاين او نيوترال ميديا ايه اللي هيحصل؟ الكلاين او نيوترال ميديا، الكلاين او نيوترال ميديا السيريك اوكسايد، السيريك هتتحول هتترسب على هيئه هيدريتد سيريك اوكسايد، هترسب على هيئه هيدريتد سيريك اوكسايد، يعني السيريك اوكسايد في ميه تترسب معايا، فكده انا خسرت الانديكيتور بتاعي، فلازم الشغل بتاعها يكون في اسيديك ميديا. نوت برايمري ستاندرد صعب نحصل عليها بيور، فسكندري ستاندرد. ما تتاثرش بالبيركلوريك اسيد، سوري بالهيدروكلوريك اسيد، لانها دي مش اكسيد الهيدروكلوريك اسيد اللي استخدمته كميديا، مش هتاثر عليه. برضه بستخدمها، برضه بعملها ستاندرزيشن زي البوتاسيوم برمجنيت لان هي نوت برايمري ستاندرد. وبرضه ما اقدرش استخدمها كسيلف انديكيتور، لازم استخدم معاها انديكيتور. كده المحاضره خلصت، وبالتوفيق ان شاء الله.